السابع من مجموعة من الأسئلة لاختبار القدرات، ما العدد الذي إذا ضربناه في 4 ثم جمعنا عليه 7 أصبح الناتج 25؟ فما هو هذا العدد؟ ما نعرف العدد، نفرض العدد سين. إذا ضربناه في 4 شو بيعطينا؟ 4 سين أضفنا عليه 7 زائد 7 أصبح الناتج، يعني الناتج بيعطينا 25. كوننا معادلة نحل هذه المعادلة، فناقص 7 وهنا ناقص 7، شطب 4 سين بيساوي 25 يعطينا 18، قسم على 4 قسم على 4، إذا سين بيساوي 4.5 وهو المطلوب.